أهلا بك زميلي عيسى وبمشاهدينا الكرام. إذا كالعادة نحن هنا متواجدون بقصر المعارض الصنوبر البحري لرصد أهم ما جاء في فعالية الصالون الدولي للكتاب، وباستقبال أيضا أهم وجوه هذا الحدث الثقافي والفاعلين فيها. الحدث واليوم أو النقاش اليوم سيكون حول النشر الأكاديمي والعلمي وكذا تقييمنا للصالون الدولي للكتاب في يومه السادس. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا النقاش يحضر معي خروبة أحمد، ممثل ديوان المطبوعات الجامعية. أهلا بك. ومدير دار نشر دار الأمة حسان بن نعمان الغني عن التعريف. نعم، أهلا بك. بداية، كما قلت، النقاش سيكون حول حول الكتاب الأكاديمي والعلمي. بداية سيدي، سنتحدث عن حضور الكتاب الأكاديمي والعلمي في ديوان المطبوعات الجامعية، حدثنا عنه أكثر. أولا وقبل كل شيء أشكر القناة الشروق على اهتمامكم بالكتاب الجامعي ولديوان المطبوعات الجامعية. قبل ذلك أقدم تعازي للقناة على وفاة المدير القناة علي فضيل. شكرا جزيلا. هذه السنة ديوان المطبوعات الجامعية خصصت قسط كبير للكتاب العلمي. نعم. من بين 80 عنوان اللي طبعناها هذا العام خصصنا 50 عنوان للكتاب العلمي. الكتاب البيولوجي والكتاب الطبي. نعم، جميل. كيف كان إقبال القراء وخاصة الطلبة لهذا النوع من الكتب، وهو الكتب الجامعية أو الكتب العلمية بصفة عامة؟ احنا درنا إحصاءات السنة الماضية وين الطلبة والأساتذة طلبونا كثير على الكتاب العلمي. نعم. الإدارة الديوان ارتأت إلى أن تلبي الطلب هذا الشريحة، وهذه السنة طبعنا ما يقارب 50 العنوان اللي جهزنا هذه السنة للكتاب العلمي. العلمي، نعم. شكرا جزيلا لك خروبة. شكرا. أحمد، نروح عندك حسن. حسن، نعرف أنه أفضل دور النشر العربية تهتم بالنشر الأكاديمي والعلمي، كيف تشوف يعني اهتمام الصالون الدولي للكتاب في دورة هذه السنة بهذا النوع من النشر؟ شكرا، مساء الخير ولا مساء الشروق إذا صح التعبير. عندما نقول كتاب علمي أو نقول كتاب أكاديمي، فيجب كذلك أن نعرف ما معنى كتاب أكاديمي ومعنى كتاب علمي. إذا قلنا كتاب علمي، فنحن لا نقتصر على العلوم الدقيقة فقط. عندما تأخذ أخي وقال البيولوجيا أو يقول الرياضيات أو الفيزياء، فالعلمي فهناك العلوم الإنسانية، والكتاب الذي يتحدث مثلا في علم السياسة وفي علم الاجتماع هو كذلك كتاب علمي. الأكاديمي هو في شكل طرح الكتاب، في محتوى، في منهجية وضعه، أو في طريقة عرض الكتاب التي قد تختلف. فكتاب علمي مثلا إذا أخذناه في الحيوانات يمكن يكون عن شكل قصة أو عن شريك أطلس أو عن شريك كتاب مصور مثلا، لكن الكتاب الأكاديمي العلمي هو عبارة عن بحوث يقوم بها أساتذة متخصصين في الميدان حسب الاختصاص وحسب الموضوع المتناول. تختلف المناهج فقط؟ اختلاف في المنهج، يعني طريقة عرض الكتاب هي طريقة مدروسة تعرف بالمنهجية العلمية في البحث العلمي. وحتى هناك أنواع، فهناك الكتاب الذي هو كتاب المرجع العلمي الذي يدرس به الطالب، اللي هو كتاب خاصة مخصص للطالب. فهناك هذا النوع من الكتاب اللي هي ما يتعرف بكتب المقاييس أيا كان الميدان. ثم تأتي بعدها الكتب المساعدة أو كتب البحوث اللي هي عبارة عن ماجستير دكتوراه يعني التي تكون تحظى بالنشر. ثم هناك البحوث العلمية والتي هي فعلا متقدمة ويمكن ترجمتها أو إلى آخره. فهناك عدة مستويات فيما يخص الكتاب العلمي. عندما أعود إلى دور النشر، ليست كل دور النشر تقوم بهذه النوعية من الكتب، لأن كتب فيها مسؤولية قبل أن أقول أنها صعبة الإنجاز بحكم أن منجزيها هم يعني مختصين في تلك الميادين. كذلك أن أكبر الدور تتجه نحو هذا الكتاب لسبب آخر أيضا، وهو وجود سوق لهذا الكتاب، السوق المؤسساتي المتوفر في الجامعات والمتوفر في المعاهد والمتوفر أيضا في بعض المكتبات التي تحتاج إلى هذه الكتب. أقول وأعود إلى أيا كان اختصاصها سواء في العلوم الإنسانية أو العلوم الدقيقة. فطبعا دور النشر تختلف في مستويات تعاطيها مع هذه النوعية من الكتاب. حسب دور النشر تتعاطى مع الكتاب المدرسي، فهناك من تعطيها يعني محتوى وهناك من تعطيها تمر عليها مرور الكرام أو بخفة. نعم، نكمل في السياق فقط. وهل توجد يعني سوق
سوق يعني تتكفل بهذا دور النشر خاصة في الجزائر. إذا أخذنا الجزائر كمثال ربما يعني. عندنا ديوان المطبوعات الجامعية هو متخصص فقط في الكتاب الجامعي. الكتاب الجامعي. فكتاب الجامعي يعني. كل التخصصات، فهو أصلا المورد الأساسي للكتاب، كتاب الطالب عامة في كل الجامعات الجزائرية. هناك أيضا بعض الدور التي تختص في نوعية معينة من الكتب، ممكن صفحات الزرقاء مثلا يقوم بالكتاب، هنا أتحدث عن الكتاب التقني، الكتاب الأكاديمي التقني، رياضيات، إعلام آلي، هذه النوعية. ثم كاين دور نشر أخرى، ربما البعض يعني ربما دار الأمة لها يعني إنتاج فيما يخص العلوم السياسية، العلوم يعني العلوم السياسية، التاريخ، علم الاجتماع، هناك بعض الكتب نعم التي تقوم بها. وحتى دار الأمة أيضا في هذه الدورة نشرت للحركة الشعبي على سبيل المثال عبد العالي الرزاقي الكاتب المعروف، أيضا محمد علال اليوم للبيع بالتوقيع ديالي. تماما. لماذا هذا الاختيار بالضبط؟ طبعا إذا أخذنا كتاب عبد العالي الرزاقي يعني أو محمد علال الذي يتحدثون عن الحركة السلمية، عن الحركة السياسية وما يحدث، عن الأجواء التي تحدث حاليا في الجزائر. فعبد العالي الرزاقي معروف، هو أستاذ محاضر في معهد العلوم الاتصال، يعني هو أستاذ مختص في ميدان الاتصال في الإعلام، فله كتب فن الخطابة، فن ترسل مثلا، عندنا كتب في الإعلام خاصة بطلبة الإعلام، كتب منها عبد عالي يعني. فحتى أخرج كثيرا عن موضوعنا، ولكن طبعا هؤلاء هم مراقبون للوضع، هم يعيشون كمواطنين مع الشعب الجزائري عامة، لهم وجهة نظرهم، لهم رأيهم، لهم تحليلهم للأوضاع، وبالتالي فهذه كتب دار الأمة دائما معروفة يعني بهذه النوعية من الكتب التي هي كتب سياسية تأخذ الآراء الأشخاص في حينها، أو تكون كتب تاريخية تعود إلى أحداث وقعت في التاريخ لنحاول أن نسلط عليها الضوء، لأنه يعني لا حاضر بدون يعني لا بدون يعني بدون ماضي ولا يعني نعم. ولا مستقبل بدون حاضر، فمعرفة من أين نأتي على الأقل تعطينا فرصة لاختيار إلى أين نذهب. فهما يحدث الآن في الجزائر منذ 9 أشهر ليس بالأمر السهل، فحاليا مثلا الكتب الأولى التي صدرت الكتب لتعطينا صورة عن ما يحدث. تحليلها أو يعني إعطاء الوقت الكافي والبعد الكافي من أجل النظر فيها فعلا بنوع من الـ من الـ من الـ من الأوبجكتيفيتي يعني الحياد، لأننا يعني الكاتب أصبح جزء من الوضع. نعم. فالكاتب حتى يكون موضوعي يجب أن يخرج من الحالة ليدرسها من الخارج، وهنا تدخل الدراسة الأكاديمية التي ليس فيها أنا مع الحراك أو ضده، أنا في قلب العاصمة أو في الأحياء الجانبية، أنا أدرس ظاهرة سياسية أو ظاهرة اجتماعية. فهنا يدخل الكتاب الأكاديمي الذي يعني لخروجه يكون مبني على منهجية وعلى إطار وعلى يعني تسلسل في الأفكار، يعني هذا الشيء معروف جدا فيما يخص البحوث العلمية، وسوف تجدون يعني في كتب جميلة جدا في ديوان مطبوعات الجميع على المنهجية البحث العلمي، طريقة إعداد الرسائل أو الكتب أو البحوث العلمية، وهي لديها منهجية معروفة يعني عند المختصين. حسن، منذ بداية المعرض كيفاش كان، هل لديكم إحصائيات عن إقبال الجمهور خاصة على هذه العناوين التي كتبت يعني للحراك الشعبي؟ والله يعني إحصائيات مباشرة ليس يعني الوقت يعني ليس وقت الإحصائيات، لأنه هذا يكون في آخر المعرض. إحصائيات لكن أولية مثل فقط، لأنه شفنا إقبال كبير على خاصة على جناح ديوان المطبوعات الجامعية، فتلاقي يعني الطلبة بكثافة كبيرة جدا، وأحيانا لا تستطيعين دخول الجناح بحكم أنه طلبة كتير يجوا يبحثوا على هذا الكتاب لعدم توفره، وهذه أسباب أخرى، عدم توفر مكتبات، صعوبة التناقل. فهي فرصة بالنسبة للطالب يجي المعرض الدولي أنه يشتقتني 5-6-10 كتب كلها داخلة في اختصاصه، ثم أنه فترة المعرض تأتي بعد الدخول الجامعي بحوالي شهر يعني. نعم. فعلى الأقل الطالب يعرف ماذا سوف يقتني أو يعرف احتياجاته، فهي العناوين اللي يزم فهي مباشرة بيقتنها. فيما يخص دار الأمة، هناك طلبة العلوم السياسية تقريبا جزء كبير من ما يعرف بمقاييس الدراسة في هذه الجامعة موجودة في دار الأمة، فهما مباشرة يعني يأتي طالب مباشرة أريد الكتاب المنهجية في العلوم السياسية، أريد كتاب تاريخ الجزائر السياسي، أو مباشرة يأتي إلى الكتاب الذي يبحث عنه ومكتوب عنده في ورقة ولا يبحث عن غيره، يجي مباشرة إلى هذه. نعم. يعني هناك يعني إقبال موجود نعم. إقبال موجود، ليس كما نريد أن يكون،
يكون إذا أخذنا عدد طلبة في العاصمة، ربما رأنا مليون طالب في العاصمة، لكن صحيح. لا أظن أن مليون طالب سوف يتنقلون للمعرض، هم بعض المئات إذا صح التعبير. نعم. وربما قد نصل للآلاف ونكون محظوظين إذا وصلنا الآلاف. نعم. يعني فالإقبال يبقى دائما قليلا، وهذا ما نتمناه. أيضا خروبة أحمد ممثل ديوان المطبوعات الجامعية، الدار ديوان المطبوعات الجامعية بما أنه هذا العام كما رأيتم من الخطوط العريضة التي سطرتها محافظة المهرجان هو منح المشعل للشباب، هكذا هل يشجع ديوان المطبوعات الجامعية الشباب؟ أكيد سطرنا برنامج وين طبعنا أغلب المطبوعات اللي طبعناها في لصالح الطالب الجزائري، كما يقول سورتو لو ليفغ سيونتيفيك طبعنا هذه السنة كما أشرت قبيل، طبعنا 50 عنوان. نعم. درنا مجهود كبير خاص بفئة الشباب، أقصد فئة الشباب فقط، بفئة الشباب والفئة الطلابية. نعم. الأسعار إذا سمحتي لي نتكلم. نعم، عن الأسعار. نعم تفضل. الأسعار في ديوان المطبوعات الجامعية في متناول الطالب الجزائري تتراوح بين 500 دينار إلى 800 دينار، بالرغم من أنه سعر الكتاب العلمي يكون غالي نوعا ما، ليس كذلك؟ لا غالي لا، ما موافقكش. احنا ديوان المطبوعات الجامعية في متناول الجامع، عندنا سياسة أن الطالب الجامعي نخليه في أريحية. نعم. الكتاب تاع الديوان كما اشرت لك قبيل يتراوح ما بين 500 دينار مع القدره الشرائيه، يعني سيريان دي تو 500 دينار حتى 800. الكتاب الغالي اللي عندنا حيوصل حتى 1000 دينار. علاش 1000 دينار؟ لانه المضمون اللي توفر هذا الكتاب فيه بعض الاشكال داخل سورتو الكتاب العلمي تكون بالالوان. نعم. على في هذا السبب الكتاب يعني يرتفع نوعا ما السعر تاعه. نعم. يلحق حتى 1000 دينار. 1000 دينار. نعم. حسن لو سمحت، الحديث عن النشر الأكاديمي والعلمي يقودنا إلى الحديث عن واقع النشر أيضا في الجزائر. عن واقع النشر. نعم. سوف أبدأ من حيث انتهى صديقي، يعني فأنت قلت يعني جملة وهو أن الكتاب العلمي غالي. في الحقيقة هو الكتاب المتخصص، وسبب غلاؤه يعود. نعم. إلى إنجازه أو إلى التارجت جروب أو الفئة الموجهة التي يوجه لها الكتاب. في الكتاب التقني البحث الخاص جدا فلا يقرأه عامة الناس، فهو عدد اقتناؤه قليل جدا، فغالبا فيطبع في كميات قصيرة صغيرة جدا، والتي وبالتالي فيكون سعره مرتفع، لأنه من يقتنيه سوف يقتنيه بأي سعر. نعم. ومن لا يريده يعني حتى لو أعطيته له يعني بمجانا فلن يأخذه، يعني بكل بساطة، يعني حتى لا أدخل في التفاصيل. نعم. كثيرة. نعم. الآن نعود إلى معاناة عالم. نعم. النشر. نعم، في الجزائر خاصة. يعني تحدثنا في هذا الموضوع كثيرا جدا، وحتى معكم في بلاتوات في مع شروق تي في وشروق نيوز أيضا. في الحقيقة أنك متعامل في الميدان منذ الآن 28 سنة في عالم النشر. نعم. في الجزائر، فكنت دائما نقول، وكان هذه علامة استفهام، كيف كنت نقول لهم دائما أنه إحنا في التسعينات كنا نعيش أيام أحلى منا ما نعيشه اليوم. فالكل يتساءل كيف لذلك أن يكون، وإحنا كنا ظروفنا المعيشية كانت صعبة في التسعينيات، يعني خصوصا في فترة العشرية الحمضراء أو الثوراء السوداء مثل ما أردنا، ونحن الآن في أريحية مالية، فربما يعني من المفروض الآن أحسن. فأقول أن في تلك الفترة كان لدينا قارئ، لدينا سوق للكتاب، وبالتالي. نعم. صحيح. الذي ضاع منا الآن أن سلسلة الكتاب الموروثة من السبعينيات كانت موجودة، فالموزع موزع والمكتبة مكتبة والناشر ناشر وكل واحد مختص في مجاله، المؤلفين كانوا موجودين لأنه كان كاين فكر وكان كاين فيه تسارع أفكار، أو إذا قلت يعني الصحة، لأنه هذا يساعد الآخر في الكتابة، يعني فهناك دائما البحث عن الأحسن. الآن هذا كله تقريبا قد اندثر، شبكة التوزيع قد اندثرت وتكسرت نهائيا، شبكة المكتبات التي فقط اللي نعلن ظن كان عندها 93 مكتبة على مستوى الوطن، ما كانش ولاية ما فيهاش مكتبة لبيع الكتاب، الآن فيه هناك ولايات كاملة ليس فيها ولو مكتبة واحدة لبيع الكتاب، فناهيك عن الأحياء الراقية حيث القدرة الشرائية كافية، فلا تجدين مكتبة لبيع الكتاب، وخذي أي أرقى الأحياء في العاصمة، إن وجدت مكتبة
أرواح اللي عندي قولي لي أراهي موجودة هناك. عدد المكتبات في عاصمة مثلا فيها 3 مليون أو 4 مليون ساكن، كم عدد المكتبات نحصيها؟ عدد المكتبات على مستوى الجزائر ككل لا تتعدى 50 مكتبة، وحدهم فقط ديوان المطبوعات الجامعية نظن عندكم كم مكتبة؟ 30 مكتبة أو عندهم 34 35 مكتبة، لكن ديوان المطبوعات الجامعية مثلا قد يكتفي أو يقتصر على توزيع كتاب الكتاب الذي تنشره ديوان المطبوعات الجامعية، وهو غالبا موجود داخل الأحياء الجامعية أو داخل الجامعات، فبالتالي الوصول إلى الكتاب الذي ينشره الناشر العادي أصبح صعبا جدا. فأين نجد الكتاب؟ لا يكفي فقط ولكن أن ننشر حسن الكتاب. حسن أيضا لا نجد الاهتمام بالكتاب بحد ذاته. مثلا صباحة اليوم استضفت رئيس جمعية خيرية خاصة بجمع الكتب وتوزيعها للاستفادة منها، لكن ما عندهمش يعني ولا مساعدات مادية. تمام، هو ما عندهمش مساعدات مادية، يعني ممكن أنا نقول نعطيك تجربة تأثيرات يعني موجودة في الخليج وموجودة على بعض الأماكن يعني، وهذه نعم. دعوة فعلا دعوة أن الزكاة ليست الزكاة في بناء المساجد فقط، هناك من يزكي لأن هذه صدقة جارية بإنجاز مكتبات بإنجاز نعم. كتب توضع حتى مكتبات وقفاً. متنقلة لمالا مكتبات متنقلة كانت نعم. هناك تجربة في وزارة الثقافة على أساس أن المكتبة غير يعني ولكن ماذا تحقق هذه المكتبات في 42 أو 40 مليون جزائري في هذه شساعة البلد الذي هو قارة؟ يعني فعلا يجب فعلا التفكير في سلسلة الكتاب كاملة ونظرة استراتيجية ونظرة نظرة نسقية لكل حركة الكتاب نعم. من بدايته إلى نهايته. عملية توزيع كتاب ليس كتاب، عندما يعني نعرف كتب الشروق يعني وكانت حتى دارت ضجة في معارض الكتب، وهذه تجربتي معكم يعني مع نعم. الشروق وكانت يعني الشروق معروفة يعني معنا تجربون نعم. عملية النشر، فالكتب التي دارت ضجة كبيرة جدا نعم. خلال المعرض بعد انتهاء المعرض والعشر أيام الكتب تكدس في المخازن صحيح. إلى السنة اللي بعدها وربما في السنة اللي بعدها ما كانش أصلا أو تشارك الشروق أو لا تشارك. الخلل الرئيسي أين هو الآن؟ نعم الخلل الرئيسي أين هو؟ الخلل الرئيسي هو في القارئ. نحن نتحدث عن صناعة الكتاب ونهمل أهم جزء فيها وهو سوق الكتاب، وسوق الكتاب هذا متمثل في القارئ. عندما نأخذ 30 سنة الأخيرة هذه حتى لا أقول 20 فقط، ما معنى أن يكون الإنسان مثقف في الجزائر؟ هل يرتقي اجتماعيا إذا كان مثقف؟ هل يرتقي إذا كان قارئا؟ إذا كان يعني لديه أفكار خاصة؟ إذا كان مبدعا هل يرتقي في السلم الاجتماعي؟ عرفنا أن كل 20 سنة اللي فاتت وربما نشوف النموذج في البرلمان فقط، يعني من يدخل البرلمان؟ هل يدخلها الدكتور المتمكن؟ هل يدخلها الإنسان المثقف؟ هل يدخلها الإنسان بإمكانياته الخاصة؟ هل الكفاءة كان لها مكان لا. في تعريب للأسف. النسق الاجتماعي الموجود في الجزائر؟ طبعا إذا كنت أنا لا أحتاج الكتاب ولا أحتاج لتكوين نفسي بل أحتاج إلى أشياء أخرى حتى أرتقي اجتماعيا، لماذا أقرأ؟ صحيح. يعني برلماني يدخل لأنه هو يعني تاجر في أي مجال وعنده إمكانية شراء كرسي، فلماذا يقرأ أصلا يعني؟ ونعطيكم نقطة بسيطة جدا يعني وهذه حادثة وقعت يعني ربما إذا كان عندنا شوية وقت ولكن سوف يا فايزل في مدرسة يعني فواحد من التلاميذ يعني نايم على الكرسي، جت الأستاذة قالت له يبدي يقرأ وكذا وكذا، قال لها ليش نقرأ؟ قلت له باش نجيبوا لك النقطه، قال لي وانا علاش نقرا؟ قال لي الناس اللي قراو كيما انتيا والدكاتره اللي ولاو دكاتره كلهم راهم يخدموا عند بابا لانه هو راهو دار كلينيك والان هذوك الدكاتره كاملوا بابا عمره ما قرا لكن عنده فلوس دار كلينيك وجابكم انتم قاعد تخدموا عنده، فهذه النظره التي نزرعها في الشباب صحيح. كيف تريدين لهؤلاء ان يقرؤون؟ صحيح. يعني يردوا تجولي في المعرض، يعني اصبح الكتاب النفعي الضروري، اغلب المتجولين في اروقه المعرض يبحثون عن الكتاب الذي يثير الفضول أو الكتاب الضروري للدراسة، مثلا لوبيو عندهم يعني ما شاء الله قراء لأنه هو في الحقيقة الطالب يحتاج إلى ذلك الكتاب من أجل أن ينجح، وغالبا يشتري طالب واحد والباقي يعمل نسخ أو يذهبون إلى جوجل ويعملوا بي دي اف، وأغلب الكتب الآن أصبحت موجودة على البي دي اف، فأين حب القراءة في حد ذاته الذي هو وأعود يعني ربما نعم. صحيح هو صحيح. فعل مكتسب نعم. ونأخذه وإحنا صغار يعني لكن أين دور المنظمة الوطنية للناشرين في كل هذا الشيء؟ أين هي دورها؟ يعني دوك الان نرجع للنقابات، نرجع كاين فترات، كاين فتره التسعينات، كاين فتره 2000 ثم الان العشر سنوات الاخيره التي يعني ببساطه اندثر دور النشر يعني دور النقابات او الهيئات الممثله للناشرين اندثر، هما نقابتي النقابه الوطنيه لنشر الكتاب والمنظمه الوطنيه لنشر الكتب التي اصبحت تقريبا لا دور لها يعني بحكم السياسه التي كانت منتهجه انه تكسير اي شيء منظم بكل بساطة من سنة 2006 2007 مع ظهور الجزائر عاصمة الثقافة العربية وظهور الريع في عالم الكتاب، فأصبح الكل يلهف نحو الريع دون البحث عن السوق.
الصورة. ربما ارجع الى مقالات كتبت في الشروق اليومي، انا كتبت حاجات في 2010 قلتم اوقفوا عدنان دعم انه يقتل الكتاب. صحيح. فاصبحت صحيح. هجمه كبيره على شخص المتواضع، لانه ببساطه اقول لهم الفلوس مش محتاجينها، استثمروها في الميدان، استثمروها صحيح. في السوق. صحيح. وكل واحد يحب يحط في جيبه، يعني كل واحد مفيش يحاول استثمار في الاخير. ما فيش استثمار في الحقيقه، انه الاستثمار الذي تم هو رمي الاموال هباء بدون استراتيجيه، وكنا نحكيه يعني ونقوله اين هي سياسه الكتاب. الكل يعني يتشدق بسياسه الكتاب في الجزائر. نعم. اعطيونا سياسة. تقريبا ما جينا ولا واحد. نعم. نوعنا طالب فقط اللي ياتي في بدايه السنه المدرسيه يديروا روايه احنا خلال السنه تنوع الكتب، استغلوا الشبكه الموجوده عند لوفيو انها تشتغل في بدايه السنه للكتاب الجامعي والكتاب النفعي مباشره، ثم خلال السنه الاخرى ديروا ندوات بيع بالتوقيع. نعم يعني اعملوا منها كمكتبه حقيقيه، ليست فقط موجهه للطالب، لانه انتم في الحقيقه انتم اللي غلقتوا في المكتبه تاعكم، تعملوا مده 4 شهور 5 شهور من اجل الطالب. نعم. موجهه للطالب، الطالب السلام عليكم خلاص. ولكن على الكتاب ككل، الإقبال على الكتاب ككل، الإقبال تراجع بنسبة رهيبة السنوات الأخيرة. شفنا الكتب يعني الإقبال على الكتاب كما تفضلت، الانترنت واش راهي دير البي دي اف، الطالب عاد بالمحمول تاعو يقدر يتيليشارجي أي كتاب اللي عنده. كتاب العلمي نعم. عليها الكتاب دوكا تراجع رهيب عند 4 سنين 5 سنين. احنا المبيعات تراجعت بنسبه كبيره جدا في ديوان المطبوعات. شكرا جزيلا لكم شكرا. على هذا اللحظه. شكرا سيداتي. نعم شكرا جزيلا لك زميلتي وسيلة جعرون، لا محاله سنعود اليك بعد قليل. الآن مشاهدي الأفاضل ننتقل إلى موضوع آخر، وهو مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ